مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. اليوم معنا الفنان والمبدع التونسي مهذب الرميلي. سي مهذب صباح الورد، مرحبا بك. صباح النور نوفل، يعيشك، شكرا على الاتصال، مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المتابعين. يعيشك يعطيك الصحه. دونك انا قلت ماذا بين نسكروا اليوم، خاطر انا لاحظت مهذب الرميلي انه البوليميك على اقتراح انت قدمته كاني طويلت اكثر من اللازم، وضحته مش كانه معناتها في الاخر بدينا نناقشوا فيه المواضيع هذه اكثر من المسلسل واكثر من الابداع واكثر من الاعمال. معناتها لاحظت معايا انه طويل الموضوع اكثر من اللازم، ونحكي على مشكله غزه وغيره تو نفسرها. صحيح، هو القص على غزه توقف والقص على مهذب الرميلي زي ما توقفش. وي خذيت اكثر من اللازم، والاهم من هذا، الاهم من ان خذيت اكثر من اللازم، ان يا ريت لو كان خذيت اكثر من اللازم في الطريق الصحيح. يعني حقيقة شيء دوخ. أنا في بالي هو موقف أوكي، فيه جانب كبير من العاطفة، من ممكن مش مشكولة بعض الألفاظ أو مش واضحة بالقدام، ممكن فما، خلينا نكون واضحين، بتاتر فما بعض اللبس بعض الألفاظ زادة لما لا، لكن تصورت أنه في نلمو هي موجهة لعدو بعينه، معناه اللي هو العدو الصهيوني. فاحنا في بعضنا نجم نعدله، نجم تعدلي، نجم نعدله، كما مش لدرجه انه البنادق يعني في عطل توجه العدو توجه لي انا. معني عرفتك اللي كاين، احنا ماشيين في حرب، واختلفنا انا وياك في من نجيب الثنية هذه ولا نجيب الثنية هذه، فدورنا على بعضنا يعني غريبه بالحق. هو اقتراحك بين الغريب، ولكن الاتهامات اللي توجهت لك خلينا نقول زاد عنيفه نوعا ما، وانك داعش وغيره معناتها مبالغ فيها. اقتراحك نحب نذكر لماذا، لانه قائد سلامه المسجد الاقصى بسلامه معابدهم منتشره في دوارنا العربيه والاسلاميه كانت رده فعل قويه من برشا ناس. باش نفسر لك، انت لاحظت في كلامك اليوم نوع من الاعتراف قد تكون اخطات، يعني تقريبا هو عدو صهيوني كان قلت مثلا. لم اخطئ لحظه لا كانك قلت مثلا كيما تقول لي انت هو عدو صهيوني صحيح، ولكن كانك تقول لي باهي احنا فما واحد متهم في جريمه قتل باش يعترف فيجا ناخذوا الولد ونقتلوه ولا نهدوه بالقتل باش يعترف، معناتها كانك تكافح الجريمه بجريمه وهو عدو صهيوني. ما تراش اللي ربما في المبدأ هو خاطئ، ولكن لأنه عدو صهيوني أنت بررت الحاجة هي. لا شوف هو رأي التدوينة حتى كان فيها شوية لبس، وأنا نعاود نأكد أنا لم أخطأ. إذا كان أخطأت بتاتر أخطأت في أني ما وضحتش أكثر، لكن بعد أنا دركت ووضحت في أكثر من مرة، عملت تدوينة على التدوينة وعملت فيديو ووضحت في الأعلام وبينت. لكن مع هذا شوف، عرفتك اللي معيز ولو طار، ومعناها كما يقول مثل يعني ظاهر انه فما تمسك باستهداف مهذب الرميلي. المساله مش في اللبس، معناها مش في اللبس، المساله واضحه يعني، تداخلت الاشياء وتداخلت الاهداف للاسف الشديد، وتداخلت الغايات عند البعض، ولا الاستهداف لشخصي. لماذا استهدف يعني استهدف مهذب الرميلي؟ لانه القضيه نسيناها، قعدنا نتناقشوا في مهذب بس لماذا يعني ولا ومش وكتفسر البعض غدوتي، معناها زيد قال الاخر قاتلك معناها فريمون شيء دوخ، معناها غريبه وكانه فرصه جات للبعض. العمليه واضحه جدا، انا بينت هذا، قلت انا راه مانيش نحكي على يهود تونس، او خليني نقول التوانسه اليهود، مش اليهود التوانسه، التوانسه اولا، هذوكم شركاء في الارض والوطن بغض النظر على ديانته. انا لا يعنيني الموضوع هذايا اصلا، معناش دخلني انا باش نقيم المساله هذه. انا لو كان قلت كلام هذايا ونعاود نقولوا اي مواطن تونسي يعبد حتى حضره، انا ما نجم كان نحترمها، هذيك احترام اللي هو في ذاته في انسانيته وفي في 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 مشاركته ليه في الوطن. مش غادي العمليه واضحه جدا. هناك في زياره تاع معبد الغريبه، فما يهود اسرائيليين يجيو راهم سنويا ويزوروا العبيده اللي اسمها الغريبه بباسبور ثاني، هذايا موجود ويعرفون الناس الكل. فما احصائيات موجودة في وزارة السياحة في 2010، آخر إحصائيات لقيتها في 2010، فما 1500 إسرائيلي من تل أبيب زاروا الغريبة بالباسبور الثاني، هذه إحصائيات موجودة في وزارة السياحة. يعني أنا هذا اللي قلت إذا كان نفس المستوطن هذاك اللي يمنع الفلسطيني المسلم من زيارة المعبد بتاعه أو المسيحي أيضا كيف ويجي هو يمارس العبادة بتاعه، أنا لازم ندخل معه في مقايضة. منطق المقايضة ذايرة ومنطق متعامل به بين الدول، منطق المعاملة بالمثل،
منطق متعام بين الدول، وهو منطق يعني لفرض نوعا نوع معين من التحاور. واضح معناتها برميلي كلامك واضح، معناتها وما يطلبش اتهامات عنيفة تجاهك، يطلب واضح، يطلب نقاش. ما حتى كان انا مختلف معك نناقشك، لا تشكك فيه لا تشكك فيك. علاش مهذا برميلي مستهدف؟ شكون يستهدفك مهذا؟ علاش ما تقولش بموضوع ما معنى مستهدف؟ نجاحك في العميل الاخرانيين مثلا خليهم يستهدفوك الناس او زملائك؟ شوف هو اختلط يعني كيفاش هو اشتركت النوايا ولا اشتركت الاهداف. شوف هي العمليه كيفاش بدات بالضبط، ترى العمليه بدات بعد يومين من نشر التدوينه، بعد يومين جاء الامر، بعد يومين من نشر التدوينه في الساعه 9 صباحا سما صفحات خدمه في الليل وحضرت وحاضره 9 تاع الصباح تحديدا بالضبط، هبط الاوردر جدي بيان الاوردر، لانه الفيسبوك الكل في لحظه في نفس التوقيت تعبى بالاتهامات لمهذا برميلي، وصفحات واضحه جدا. وخليني اقول زاد الصفحات التي بادرت والتي انطلقت هي صفحات محسوبه على حزب سياسي معين، انا كانت عندي ضد موقف في في في, في الفتره اللي فاتت، هذا واضح جدا، ونجم نرجعوا للوسائل التواصل الاجتماعي وتو تشوفوا الشيء هذا. واللي مؤلم اكثر يا نوفل، المؤلم اكثر انه الصفحات هذه يعني تاخذ التدوين بتاعي وتعمل عليها تعليق اتهام بالداعشيه وتبعثها لصفحات إسرائيلية، يعني هذا المؤلم، هذا المؤلم. وهبطت وعندي ديكابتيف كروم وجيني على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات إلكترونية إسرائيلية مبارتاجية فيها صفحات إلكترونية تونسية، يعني 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 بالحق شيء مؤلم. يعني ما تنجم تعاركني، تنجم تناقشني، تنجم تختلف معايا، مش للدرجة. معناها شو الهدية اللي هديتها أنت؟ ها وعنا داعشي في تونس تحركوا وارفعوا عليه قضية دولية، شو هال اسمه بلادنا ذي اللي اكتشفتوه في تونس. معناها يعني بالحق شيء مؤلم جدا. ثم طبعا الصفحات هذه جرت وراءها بعض من الميدان اللي عندي معهم اختلافات انتماءاتهم سياسية ولا لا وعلم الحصيل، وهي المشكلة اللي صارت على النقابة وقت الوطنية هذيك. ثم شكون حبي كما زميلي وخليني نقول أستاذي جمال ساسي اللي نحترمه، لكن بصراحة تصدمت من الموقف بتاعه، وأنا نعرف أن الموقف بتاعه موش ما عنده حتى علاقة لا بإسرائيل لا فلسطين، وإنما هو موقف ضد مهذا برميلي اللي كان عنده موقف من النقابة الوطنية المستقلة للفنون الدرامية وقت اللي استدعت طرف سياسي في ندوة صحفية. يعني شوف وقت تدخل الأهداف هذه في بعضها، وطبعا نجر وراء هذه البعض، والمعظم للأسف الشديد صدقني ما يقرأ التدوينة، فقط يكتفي بالتعليق اللي هو تعليق موجه ويحكم انطلاقا من التعليق. بعض الزملاء أيضا كما زميلتي عائشة بن أحمد اللي ما عندي معها حتى مشكلة شخصية، بالعكس معنا ما عملنا عمل حلو مع بعضنا، وكان ظروف العمل بتاعنا طيبة مع بعضنا وعلاقتنا طيبة جدا. زاد استأت بصراحة كانت نجم تهز التليفون وتكلمني، مش تحط بالطريقة هذيك وتتهمني بداعشية وما إلى ذلك. والطيار هذا هز وراه بعض البعض، ولكن الحمد لله بعد جاء الطيار العكسي والحمد لله العباد سامت وانقلب السحر على السحر وخمتت هذه الأصوات. واضح مهذا برميلي، وأنا ما حبيتش نركز كون الحزب السياسي أشهمنا، مش هذا موضوعنا. جوست باش نحكي في الأخر على حكاية 16 اللي حمدي جويني قال أنه عطاك مش مقدمة فلوس من جيبه، وانت بعثت لمرته ميساج قلت لها حضر روحك باش تهز القفة راجلك في الحبس. سؤال ساعة تقني، هل صحيح أنك بعثت لمرته الميساج هذا قلت لها حضر روحك باش تهز القفة راجلك الحبس؟ باهي هاني مش نقول لك، هاني مش نقول لك كيفاش صارت العملية. بعثتوا الميساج ولا لا؟ هاني مش نقول لك نوفل. تفضل. هاني مش نقول لك نوفل. باهي بعد ما انقطعت لي الساعة، أنا أتحداه نوفل حمدي جويني، أتحداه أنه ينشر أي تدوينة لي فيها ألفاظ نابية، أتحداه. وأنا قلت لو هو ينشر الشيء هذا أنا مستعد بالحق نعتذر للعالم الكل. اتحداه، انا ماهوش نوع اللي بيقول كلمه ذاك، واللي يعرفني يعرف الشيء هذا من قد ايه. يعني التهم بالباطل هذه غريبه جدا. اتحداه انه ينشر ولو كلمه واحده بذيئة انا قلتها لي او لزوجته. طيب لما انقطع الاتصال بي نهائيا، السيد معش التليفون قطع الاتصال، ونعاود نقول وناكد انه راه هو شريك في الانتاج، هو شريك في الانتاج، وهو تعهد امام جميع التقنيين وجزء كبير من الممثلين انه هو باش يتكفل بتصويت الوضعيه، ثم تنكر بعد ذلك. طبعا تعهد بذلك وقت احنا في اخر يوم التصوير، ثم تنكر بذلك. وانا الوحيد من جميع الممثلين اللي تحصلت باصرار مني، انا تحصلت على حقي مستحقاتي، اللي جزء من مستحقاتي عفوا 20% من مستحقاتي بعد فوات الاجال بتاعها، فما اجال في العقد يعني هو قال اعطاهم لي ذري صدقه جاريه.
وطبعا مش كما قالوا باش نعدي بهم رمضان ومانيش نستنى فيه باش يعدي لي رمضان، وانما هذاك حقي لا اتنازل عنه وتحصلت عليه لان وقتها كنت انا في فتره نجم نضغط حتى وقتها مازال التصوير فطبعا كيف نطالب بتحقاتي باش يستجيب لي. بعد ما انتهى التصوير تسكر التليفون وما عادش يتفاعل معايا وما عادش يجاوبني اصلا وانقطعت الاتصال به نهائيا. وقتها اضطريت انا لان ما عندي به حتى طريقه الاتصال، اضطريت باش اتصل بزوجته في مساج قلت فيه كالتالي: على السلامه اختي، سامحني اضطريت باش نكلمك يا اخي، تكساس لاباس. حمد جويني هو يقول له تكساس، عيطه له تكساس. قلت له يا اخي تكساس لاباس. فهي عملت في بيان سير ولم توجبني. وقتها فهمت انا انه زايد معناها ما فما حتى حل. بعد اربع ايام انا وقت اللي قررت ما لقيت حتى حل الاتصال، وفهمت ان العمليه عمليه تحايل، واكدت لي هذا مديره الانتاج اللي كانت معهم اللي خرجت معهم ان عمليه تحايل وقعت سيء. وقت انا اضطريت باش نمشي القضاء واعلمتها، فبعثت لها هذه الرساله بالحرف هذا: على السلامه اختي، حرفيا سامحني، مضطر باش نعلمك باش تحذر قفر راجلك. هذا قلت بهذه الصياغه، اي اني اعلمتها لكي تعلمه اني راني شكيت به. واضح الجمله هذه، ويضرني ما فيها حتى مثلا من كرامتها ولا وش مدخلني فيها، انا ما نعرفهاش. لا لا لا، فيها انك دخلتها في موضوع هو لا يهمها. لا، باش توصل له فقط. لا لا، من الاول انت معناتها كلامك قد يبدو معقول، ولكنك دخلت امراه في موضوع لا يهمها، معناتها ما نجمش. لا هو يهمها الموضوع، لانه حتى هي قاعده تهبط على الفيسبوك في تدوينات من قبل ما نبعث انا هذايا، وتقول معناها كيفاش يعمل في الضغط على راجلي، وفما تقني يطلبوا في مستحقات، وقالت راجلي باش يعمل عمله في روحه. هي داخله في الموضوع بشكل اخر، لكن انا حتى كيف دخلت فقدت عباره قبلتك انت، قلت لك انا بالله تشوفه قل له، يعني فقدت لتبليغ رساله. ثم هذه قل لي تهديد، راه التهديد بالقضاء ليس تهديد، ان اهدد باني ساقاضيك هذا ليس تهديدا. انت هددت انك باش تدخلوا الحبس، ما هددتش مقاضاته، لانه القفه يهزوها اذا رجلها دخل الحبس. معناتها خلينا نقولوا باذن الله اذا كان ما يتهددش حقاته. لا لا لا، ما يعني خلينا ما نتمنوش، ولكن سيم هذا منك تدفع تبعث مساج للمراه تقول لها راجلك باش يدخل الحبس. اكيد نقول واحنا كنت سيم هذا تبعث للمراه حتى حد، وانا نقول لك اللطف عليه عشان يلقى حل للوضعيه. انا مش غادي الهدف تاعي معناها مش هذيك، لكن كلمه هي تتقال كي واحد بيخلفك ساعه باهي مالها ندخلك الحبس باش تقلبني. يعني هي كلمه تتقال ليس الا معناها. هو نتفق معك في 90% من اللي قلته، الا انك تبعث المرأة، وانا مختلف معك، وهذا لا يفسد للود قضيه. ينجم يكون الطريقه غلط، لكن ما لقيت حتى طريقه اخرى، ما فما حتى امكانيه. عندنا ثلاثه تليفونات او الكونترا قدامي، عندنا ثلاثه تليفونات في زوج تليفونات فيكس وتليفون البورتابل تاعو، ولا تليفون يتهز، ما فما حتى امكانيه للتواصل معه. هذه هي مشكلتنا في تونس، هذا برميل، يعطيك الصحة.